نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن الفقه في الدين واجب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ ومسلمة. وهذا العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم ومسلمة إنما هو العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة، فإن كل مسلم ومسلمة محتاج إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يؤدي إليه، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا كلف أن يتعلم أحكام الصلاة والصوم حيث لا مانع، والحج والزكاة إن كان مستطيعا الحج ومالكا النصاب بشروطه الأخرى، فيجب عليه أن يتعلم أحكامه. ومثله يقال أيضا في البيع والشراء. ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف، أي الذين يتعاملون بالصرافة، أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والربا. فدلنا ذلك على أن من باشر أمرا وجب عليه أن يتعلم حكمه، بل إن في بعض المسائل إذا لم يتعلم الحكم وأخطأ فإنه لا يعذر بالجهل فيه، لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرة، وقد فصلها العلماء ما هي الأمور التي يعذر في الجهل بالجهل فيها وما التي لا يعذر بالجهل فيها.